عاصفة 2018، تمارين تكتيكية بيانية أبانت عن الدقة والتحكم. والفريق أحمد قايد صالح يشيد بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي واحترافيتهم وجاهزيتهم العسكرية. وزير الخارجية يؤكد من جنيف أن الجزائر متمسكة بسياستها الإنسانية تجاه اللاجئين والمرحلين المقيمين على أرضها، ويدعو المجتمع الدولي إلى أخذ تخوفات بلدان الاستقبال بعين الاعتبار. تسع محطات لمعالجة المياه بورقلا، وتقدم في أشغال إعادة تأهيل الشبكة الرئيسة لتوزيع المياه الصالحة للشرب. تراجع في عجز الميزان التجاري للسنة الثالثة على التوالي بفضل سياسة ضبط الواردات وتشجيع عمليات التصدير. ولاية الوادي تحتضن الانطلاق الرسمي للموسم الفلاحي الجديد، وتأكيد على عصرنة آليات الإرشاد، ومن العام تجربة نوعية لضمان جودة الأعلاف البقولية بالمناطق السهبية والصحراوية. تحية لكم والسلام عليكم. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة إحياء الذكرى 69 لقيام جمهورية الصين الشعبية، حيث أشاد بالتقدم الذي تعرفه جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أنه خلال 69 سنة الماضية ولا سيما السنوات الخمس الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لشي جين بينغ، تمكن الشعب الصيني وحكومته بالرغم من التحديات المتعددة تمكن من مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاح والتنمية والارتقاء بالصين إلى مصاف الأمم التي حققت نجاحات ملحوظة في شتى ميادين التطور. كما حيا السيد الرئيس حي هذه الإنجازات الملهمة لكافة دول العالم، متمنيا له التوفيق والسداد على درب المزيد من التألق والنجاح في بناء الصين وتجسيد تطلعات شعبه. وبالمناسبة أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، معبرا عن ارتياحه العميق لما حققته من تقدم منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمت ترجمتها في أرض الواقع، وبكل كثافة معربا عن تفاؤله للآفاق المفتوحة أمام البلدين في مجال الشراكة والاستثمار، وهذا في ظل البناء المشترك للحزام والطريق خصوصا في المجالات الحيوية كالصناعة والفلاحة والسياحة والتكنولوجيا. وخلص السيد الرئيس خلص إلى تأكيد حرصه على المضي قدما في مسار تعزيز العلاقات التي تربط الجزائر بالصين، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل سويا من أجل تكثيف وتنويع العلاقات الثنائية وترسيخ سنة التشاور والحوار حول كافة القضايا الدولية والإقليمية، وهذا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مجددا استعداده التام لمتابعة الالتزامات المشتركة لترقية التعاون جنوب جنوب والعمل على إقامة علاقات دولية أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ رئيس جمهورية نيجيريا محمد بوهاري بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا له عن ارتياحه لأواصر الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا تمام حرصه على العمل لمواصلة تعميقها وتعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما أعرب رئيس الجمهورية عن استعداده لمواصلة ضم الجهود من أجل السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، مجددا عزمه لتعزيز التشاور الثنائي بين بلدين حيال أهم القضايا الإقليمية والدولية. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنا أيضا رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، معبرا عن ارتياحه لجودة أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا حرصه على مواصلة ترقيتها لفائدة الشعبين الصديقين.
كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية بوتسوانا موكفو ويتسي ماسيسي بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، معربا عن ارتياح لجودة علاقات الصداقة والتضامن التقليدية التي تجمع الجزائر وبوتسوانا، مجددا عزمه على العمل سويا لتمتين وتنويع التعاون الثنائي خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ومواصلة التشاور التقليدي حول ما هو محل الاهتمام المشترك من المسائل، وكذا العمل المشترك من أجل تعزيز مجهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق مثل ومقاصد السلم والاستقرار والتنمية. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حل اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالعاصمة الغينية كوناكري، حل للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاستقلال جمهورية غينيا. هذا وكان في استقباله رئيس المجلس الوطني الغيني كلود كوري كونديانو. وبالقاعة الشرفية المطار استقبل عبد القادر بن صالح من قبل الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي عبر عن شكره لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مستوى المشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى استقلال غينيا، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين ومبديا استعداد غينيا للرفع من مستوى هذه العلاقات التي عرفت انطلاقة جديدة منذ الدورة الثالثة للجنة المشتركة في ديسمبر 2007. في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية عاصفة 2018. السيد الفريق تابع عن كثب الأعمال القتالية رفقة لواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة. التفاصيل مع سكينة محمود عليان. البداية كانت بالاستماع إلى عرض قدمه مدير التمرين حول خطة ومراحل التنفيذ إلى ميدان الرمي للقطاع العملياتي. كانت الأنظار للأعمال القتالية التي حدثت مقامة اعتبارية جوية طاقات الاستماع والعيادات العليا التي باحتفية
حالة إسرائيل في الجزائر و600 جديد بالسنة، بات من الضروري حرصوا على التشخيص الدقيق العلاج. كاين سرطان الغدد كما كان ثاني25 مليار دينار. من بعد هذه السنوات اليوم قيمة الإنتاج في ولاية الواد راه 204 ملايير دينار. هذا يدل على الدعم اللي تقدمه العناية اللي يخصها الفلاحة، التجاوب اللي لمسناه هنا في ولاية الواد. بوعزقي أشرف على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الفلاحي لسنة 2018-2019 ليكرم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على المجهودات المبذولة لقطاع الفلاحة. وفي سياق الحديث عن الشعب الفلاحية تحديدا ضمان جودة الأعلاف البقولية خاصة بالمناطق السابية والصحراوية النوعية، بادر بها المعهد الوطني المتخصص في التكوين بن عامة. التفاصيل في ربورتاج فؤاد حماني. نبتة السيسبانيا هي نوع العلف البقولية، تجربة بدأت في إعطاء نتائج مشجعة قد يكون لها مردود هائل في تغذية المواشي. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن عامة قام رفقة بعض من المتخصصين في زراعة هذه العشبة. خصوصيتها أنها تستعمل مادة علفية، هذه
تاخذ الاغنام يعني مباشره تروح للغنم يعني. وهذه حاجه فيها لي حاجه مليحه تنوض وين ما زرعتها تنوض. الاصل تاعها نيشان من الهند داكوغ. حنا هذه ديجا هاد لي غران تاعها جبناهم من ورقله. هذه النبته تصلحنا حنايا في المنطقه الصحراويه يعني وخاصه المنطقه الرعاويه لانها نبته علفيه سي بلونت ليغوميناز وتريزيستي لكاع الظروف الصعبه. باسكو حنايا عندنا في الصيف تعرف شادي في الحراره وفي الشتاء عندنا جليد عندنا الامطار عندنا البرد بزاف. وقادره هذه توصل لنا حتى 4 متر. هذه حنا مازال ما لحقتش الانتاج تاعها. لها قدره عاليه على التاقلم مع الظروف البيئيه الصحراويه وفي مقاومه ملوحه التربه وسرعه في النمو تضمن هذا العشب الفتره الصيفيه لاعشاب المواشي لها نسبه عاليه من البروتين في المادة الجافة. هل النبتة كيف اتجهت هذه الفكرة؟ الأرشيدياس يعني مديرية ولا سهوب هم اللي اقترحوا لنا الفكرة بالبداية واستدعينا خبراء جامعيين وأساتذة من المعهد الوطني التخصصي. وهذا اليوم قلنا لهم غادي ندوروا إن شاء الله هذه التجربة ونشوفوها هل تنجح على مستوى ولاية النعامة أم لا. هذه بالك إن شاء الله بإذن الله إذا نجحت هذه التجربة على مستوى ولاية النعامة إن شاء الله بإذن الله تنجح يعني نوفر أكبر قدر ممكن من الأعلاف اللي غنية بالبروتين. هذه النبتة السيسبانية يعني شيء جميل اننا نجربوا على الحيوان ونشوفوا من الفايده نتاعو. اسكو يكون مثلا ما يديرش مثلا بروبليم كياكل الحيوان بزاف ما يديرش بروبليم تاع ميتابوليك باغ اكزومبل كيما الكالوز ولا. واسكو هذه السيسبانيا انها تزيد في مثلا في المردود نتاع الحيوان من ناحيه اللحم او من ناحيه الحليب في ظل الظروف هذه دروك الاعلاف تكون غاليه ولا اخر اننا نلقاو حاجه بديله للاعلاف. وفي حاله نجاح التجربه وحسب المتخصصين في هذا النوع من الاعشاب ستوفر كعلف يعود بفائدة كبيرة جدا على الاقتصاد الوطني وعلى المربين. في الحركية التنموية 9 محطات لمعالجة المياه لتمويل سكان بلديتي رويسات وعين البيضاء بورقلة ستدخل الخدمة قبل نهاية هذه السنة بطاقة إنتاجية تقدر ب 53 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا. يقول محمد رضا بوزيان الذي أعد الروبورتاج التالي. لنزع المعادن من المياه الجوفية التي تمول سكان بلديات ورقلة الرويسات وعين البيضة بالمياه الصالحة للشرب 9 محطات للمعالجة تنتج 53 ألف متر مكعب في اليوم. قبل نهاية السنة ستدخل 9 محطات لتحلية المياه بورقلة حيز الخدمة الفعلي والنهائي وستنتج هذه المحطات حوالي 53 ألف متر مكعب في اليوم. وهذه المياه كانت درجة الملوحة بها تصل إلى 6 غرام في اللتر وبعد عملية المعالجة تصل إلى 0.5 غرام في اللتر. وقد كلف هذا المشروع خزينة الدولة حوالي 5 مليار دينار جزائري. من محطات المعالجة إلى شبكة التوزيع التي تضم 10 مركبات هيدروليكية تحتوي كل منها على خزانات أرضية محطة للضخ وخزانات مرتفعة. في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقد تم الانتهاء من هذه المشاريع. ولكن هذه المشاريع ما راهيش تمشي 100% لأن هناك أشغال لابد من التعجيل بإنجازها لكي يصبح المواطن يعني يشرب الماء 24 على 24 ساعة. ولتفادي التسربات برنامج استعجالي بتكلفة 100 مليار سنتيم لإعادة تجهيز شبكة القنوات وصلت نسبة الأشغال إلى 85%. الأشغال التي نشاهدها الآن هي أشغال موكلة إلى مؤسسة كوسيدار على مسافة 25 كيلومتر من أجل إعادة تأهيل كل الشبكات على مستوى ولاية ورقلة الكبرى، وهذا حتى نتمكن من إيصال المياه إلى المواطنين دون يعني حدوث أي تسربات لهذه المياه لأنها مياه مكلفة. وبمعادلة بسيطة يستهلك الفرد الواحد من بين 252 ألف نسمة 400 لتر في اليوم الواحد. في توقعات أحوال الطقس حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تهطل أمطار غزيرة تفوق 25 ملم بداية من ظهيرتها اليوم تخص جنوب ولاية تلمسان سيدي بلعباس نعامة خنشلاب باتنات بساء وأم البواقي. هذا وتشير النشرية الخاصة تشير إلى وصول اضطراب جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية على الولايات الوسطى والشرقية
وهذا اعتبارا من مساء اليوم، وتخص ولايات الجزائر العاصمة بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، وولاية عنابة والطارف وبرج بوعريريج، وكذا سطيف وميلا وقسنطينة وقلمة وسوق راس. وبطبيعة الحال الحذر مطلوب في مثل هذه الظروف المناخية. دوليا وبإندونيسيا، طلبت الحكومة مساعدة دولية عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وخلف ما يزيد عن 1200 هالك. يحدث هذا في وقت أبدت فيه العشرات من منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية استعدادها لتقديم مساعدات طارئة للمتضررين في مدينة بالو. إلى ذلك لا يزال العشرات تحت الأنقاض، وتحوم الشكوك حول وجود مئات آخرين دفنوا في انهيارات أرضية اجتاحت قرى في المناطق المحيطة بالمدينة المنكوبة. صليحة قاسي تجوب بنا العالم. نظير اكتشافاتهم التي أدت إلى تحقيق تقدم في علاج السرطان، تمنح أكاديمية العلوم الملكية جائزة نوبل للطب لهذه السنة للعالمين الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاتسوكو هونجو. الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار يتسلمها العالمان شهر ديسمبر المقبل. أمطار غزيرة تساقطت على العاصمة اليابانية طوكيو مصحوبة برياح عاتية، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء حوالي 180 رحلة وتعليق الكثير من خدمات القطارات، وهذا بعد وصول إعصار ترامي إلى البلاد. أحد عمالقة الأغنية الفرنسية شارل أزنافور يفارق الحياة عن عمر ناهز 94 سنة. أزنافور ذو الأصول الأرمينية الأكثر شهرة في العالم بما يزيد عن 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة، أصبح عميد الأغنية الرومانسية وواحدا من أيقونات الغناء الفرنسي. ومن السفر الحالم مع روائع شارل أزنافور إلى السفر في ربوع بلادي، وجهتنا غير بعيدة عن ثنية الحد، تحديدا ولاية سمسيلت. أكثر من 200 مشروع في قطاع الرياضة استفادت منه ولاية سمسيلت ضمن برنامج ساهم في تحريك الأنشطة الرياضية عبر تراب الولاية، يقول وليد صاري. ملاعب جديدة، مسابح، قاعات متعددة الرياضات، دور للشباب وغيرها من الهياكل الرياضية التي استفاد منها شباب الرياضي في مختلف بلديات ولاية سمسيلت. الحمد لله يا ربي، ما احنا هنا كما تشوف لي زونطرينمون ستاد كل شيء لي موين تاعنا هنا الحمد لله. مركب رياضي هذا ما خصنا والو فيه. وقت فات ما كانتش هكا كيما هاك، راهم كاينين الحمد لله ديجا شترام مختلف الرياضات مش غير فوتبال، هاي كاين بزاف سوالح، هم كانوا ديجيتال اتليتيزم، كاين اللي راهم في الفريق الوطني، راهم قايمين بينا وموفرين لنا كاع الامكانيات، مسخرين لنا كلش، ورانا نخدموا في ظروف يعني جد ملائمه، ونشكر الدوله اللي يعني راها يعني موفرين لنا كلش. ان شاء الله الدوله تزيد تسخر لنا مشاريع اخرى من اجل التسهيل في تطوير وترقيه الرياضه. وقصد تحفيز الشباب على ممارسه الرياضه، ملاعب جواريه ومشاريع جديده تدعمت بها عده مناطق بالولايه. في إطار مختلف البرامج التنموية التي أقرها السيد فخامة رئيس الجمهورية لولاية سمسيل، لقد استفد في الأونة الأخيرة من عدد معتبر من المشروعات الشبانية والرياضية، وأذكر على سبيل المثال 15 ملعب رياضي جواري مع شب اصطناعي وبالإنارة، ثلاث مسابح جوارية، حوضين للسباحة، مركبين رياضيين جواريين، بيت للشباب، دار للشباب، قاعة متخصصة في الرياضة، وبالإضافة إلى ملعبين من الحجم الكبير مجهزين للعشب الاصطناعي. إنجازات مختلفة في قطاع الرياضة بولاية سمسيلت من شأنها تحريك المنظومة الرياضية لتحقيق نتائج إيجابية. في الفن السابع، إنغمار بيرغمان مخرج سينمائي عالمي، في وثائقي مطول عرض أمس بقاعة بن زيدون في مئوية ميلاده ضمن الأسبوع السينمائي السويدي بالجزائر، تعرف خلاله الجمهور على مسار سينمائي حافل توج بأزيد من 60 عملا، تقول وهيبة دنداني.
الفيلم السويدي ينزل ضيفا بالجزائر وعلى مدار أسبوع كامل في دورة سينمائية تخليدا لمئوية المخرج السينمائي العالمي السويدي إنغمار بيرغمان. والبداية كانت بهذا الشريط الوثائقي عن مشواره الفني الحافل في مجال الإخراج السينمائي. كما شاهدتم كان فنانا مبدعا ورجل سينما وأيضا رجل مسرح من الطراز الأول، كما ألف كتبا ومقالات. من أشهر أعمال بيرغمان أفلام سينمائية بالأبيض والأسود وبالألوان، من أشهرها التوت البري، مشاهد عن الحياة الزوجية، لعبة الصيف ومونيكا. وقد أخرج ما يزيد عن 60 فيلما ما بين عامي 46 900 و1000 و2003. كانت له بصمة واضحة وتأثيرا كبيرا على السينما العالمية في القرن العشرين، وهناك سينمائيين شباب يتحدثون عنه في الوقت الحالي. هو عرفان لهذا العملاق، عملاق السينما العالمية، عرفان لما قدمه في للإرث السينمائي العالمي من أعمال. إذا وجودنا هنا هو تكريم لهذا العبقري، لهذا السينمائي الكبير. ينتمي إنغمار بيرغمان إلى الجيل الثالث من السينمائيين العظماء في السينما العالمية، إذ تحصل على جوائز وأوسكارات، كما يبقى محل إعجاب الأجيال الجديدة في مجال السينما والإخراج السينمائي. بعد مهرجان الفيلم الطبي الشهير بمدينة أميون الفرنسية، يأتي مهرجان الفيلم الطبي بالجزائر، وهي المبادرة التي انطلقت سنة 2015 أدركت اليوم طبعتها الثالثة. عبد الرحمن شريط حضر اختتاب الطبعة وعاد بالتالي. الفيلم الطبي البيداغوجي من أهم الوسائل الحديثة لنشر العلم والمعرفة، بل وتبسيطها للمتلقي. أنا مسرور جدا لأن كانت تبادلات عديدة وممتازة، وأخذنا رأي في كل حصة. للمرة الثانية في الجزائر تنظم أيام دولية للفيلم الطبي البيداغوجي من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2018 بالتعاون مع جامعة تيزي وزو. بعض الأفلام مخصصة للتكوين وبعضها ذات جودة عالية، ولقد اعتمدنا في التقييم على الجودة التقنية والبحث والقيم العلمية والفائدة الطبية. عدد الأفلام المشاركة بلغ 54 فيلما تناولت مختلف التخصصات الطبية، وعادت الجائزة الأولى لفيلم حول أخطار المهن البحرية. Le thème de mon film a porté sur les métiers et les risques, les facteurs de pénibilité dans le secteur de la réparation navale. Nous avons eu une bonne expérience. المشاركون كرموا الجيل الأول من الأطباء الجزائريين، الأحياء منهم والأموات. وإلى تكريم وتتويج آخر بأوبرا الجزائر بوعلام بالسايح، امتعت الأوركسترا السيمفونية الوطنية الجمهور بأرقى وأعذب الألحان، هذا بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والمدير العام لأوبرا لاسكالا دي ميلانو بإيطاليا. خليل تواتي كان حاضرا. في سهرة فنية ممتعة أطربت الأوركسترا السيمفونية الوطنية لدار أوبرا الجزائر بعلام بالسايح الجمهور بأعذاب الألحان من روائع الفن الكلاسيكي الغربي والشرقي. الحفل حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى جانب المدير العام لأوبرا لاسكالا دي ميلانو ألكسندر بيريرا، اللذان تباحثا على هامش الحفل حول فرص التعاون في هذا المجال. تناولنا جملة من المسائل من بينها التكوين، لأن تجربة لاسكالا في هذا المجال مهمة جدا، والأوبرا بوعلام بالسايح تسعى لأن تدخل مجال التكوين مدرسة خاصة بالبالي. discuter si le ballet de la Scala peut-être pourrait venir
À Alger, on a discuté sur des projets d'opéra. On va essayer de porter des décorations de la Scala à Alger pour faire donner au théâtre de Alger. الحفل كان متميزا بأداء الفنان نور الدين السعودي والمايسترو أمير كويدر من النوبة الجزائرية إلى السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. لأنه يكون يعني شبه حوار ما بين الشرق والغرب، ما بين الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية وما بين الموسيقى الكلاسيكية نقولوا الغربية ما نقولوش العالمية. والأجمل في كل هذا تحول بدلة مسؤول دار الأوبرا إلى فنان مبدع. إلى العناوين. عاصفة 2018، تمارين تكتيكية بيانية أبانت عن الدقة والتحكم، والفريق أحمد قايد صالح يشيد بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي واحترافيتهم وجاهزيتهم العسكرية. وزير الخارجية يؤكد من جنيف أن الجزائر متمسكة بسياستها الإنسانية تجاه اللاجئين والمرحلين المقيمين على أرضها، ويدعو المجتمع الدولي إلى أخذ تخوفات بلدان الاستقبال بعين الاعتبار. وكما تابعتم في النشرة، 9 محطات لمعالجة المياه بورقلة، وتقدم في أشغال عادة تأهيل الشبكة الرئيسة لتوزيع المياه الصالحة للشرب. تراجع في عجز الميزان التجاري للسنة الثالثة على التوالي بفضل سياسة ضبط الواردات وتشجيع عمليات التصدير. ولاية الوادي تحتضن الانطلاق الرسمي للموسم الفلاحي الجديد، وتأكيد على عصرنة آليات الإرشاد. ومن العام تجربة نوعية لضمان جودة الأعلاف البقولية بالمناطق السهبية والصحراوية. أخبارنا تمت، عناويننا في الخدمة. إلى اللقاء.